أحسن الله إليك. أم باسم من أبها، تفضل يا أختي أم باسم. يا أم باسم اكسر التلفزيون الله يعافيك شوي. تفضلي تفضلي. تفضلي أم باسم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي بس ارفعي صوتك شوي. أنا عندي قضاء صلاة. نعم عندك؟ قضاء صلاة. أيوة. وش اسمه، أنا ماني عارفة كيف أقضيها الآن. إيه قضاء صلاة. أيوه. إيه. ما أدري أخليها مع كل فرض، فرض واحد، أو من يخليها كلها مع بعض، يعني ما أنا ماني عارفة كيف. طيب. فضيلة الشيخ صالح، الأخت مباسم تقول عليها قضاء صلوات، هل تقضي هذه الصلوات مع كل فرض أو جميع تسردها سردا؟ نعم، يجب عليها المبادرة بقضاء الصلوات الفائتة وتقضيها على الفور مرتبة، اليوم الأول صلواته الخمس، ثم اليوم الثاني، وهكذا حتى تنتهي، ولا تؤجلها مع الأوقات الأخرى كما يظن بعض العوام. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. يجب قضاء الفوائت على الفور مرتبة، وإذا كانت كثيرة وقسمها على فترات حسب استطاعته فلا بأس، لكن مهما أمكنه المبادرة بقضائها تفريغ ذمته منها فإن هذا واجب عليه. نعم.